وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك وبزميلك وبمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله دكتور. يعني اليوم رغم إصرار مقتدى الصدر والكتل الحزبية الحاكمة في العاصمة العراقية بغداد على تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، إلا أن هذه الحكومة لم تقر. ما هو تفسيركم لعدم مرور حكومة علاوي رغم وجود هذا الدعم الكبير؟ أنا أعتقد أن علاوي فشل في تقديم أو تشكيل هذه الوزارة. هو رفض من البداية من قبل الجماهير المنتفضة، من قبل الثوار في جميع المدن، رفض كما رفض الذين رشحوا قبله. علاوي كان ضعيف أمام الكتل الأخرى، أمام الكتل المتصارعة. هو لم يستطع أن يتجاوز المحاصصة، لم يستطع أن يتجاوز الكتل السياسية. هو كان يصرح على أنه هو يعمل من أجل تشكيل حكومة مستقلة، حكومة تلبي طموحات الجماهير، لكن الأسماء اللي رشحها علاوي لم تكن بعيدة عن المحاصصة ولم تكن بعيدة عن الكتل، ولذلك هو فشل في تمرير هذه التشكيلة الهزيلة الضعيفة، ولم يستطع أن يمررها رغم كل المحاولات ورغم الدعم اللي قدمه إلى سواء كان التيار الصدري أو تيار آخر متحالف مع الصدر. لكن يعني دكتور، يعني هل كان يعتقد علاوي أنه يستطيع السير أو السباحة عكس التيار، وهو أيضا كان يعمل في البرلمان وفي حكومات سابقة ضمن نظام هذا، يعني ضمن نظام المحاصصة الموجود فيه أو المعمول في العراق، كيف يعني كان يتوقع أن يقوم بهذا الأمر؟ للأسف يبدو أن سياسي الصدفة كانوا يتصورون أنهم يستطيعون إخماد صوت الجماهير، وأنه من خلال تمرير تشكيلة معينة أو من خلال وضع اسم أو اسمين أو من خلال دعم واسع من قبل الطرف الإيراني ومن قبل التيار الصدري ومن قبل مقتدى الصدر يستطيع أن يسكت هذه الجماهير أو يستطيع أن يمرر التشكيلة الوزارية. الكتل الأخرى هي لم تكن أفضل من علاوي، ولم تكن هي حريصة على العراق حينما رفضت علاوي، ولكن لأن مصالحها ضربت سواء كان ما يسمى بالقوى السياسية السنية أو القوى السياسية الكردية، لأن هي تحاصصت منذ 2003 ولحد الآن وتقاسمت السلطة، ولذلك هم كانوا يراهنون على كل من يراهن على مصالحه وكل من يراهن على الحصول على أكبر عدد من الوزارات، ولذلك فشل علاوي لأنه لم يستطع أن يلبي طموحات أو يلبي طلبات تلك الكتل. طيب فشل علاوي، هل أتى في سياق فشل جديد للعملية السياسية أم أنه في سياق ضبط الشارع والتظاهرات؟ يعني برأيكم أتى فشل علاوي في يعني أو كيف أتى فشل علاوي في تشكيل الحكومة؟ هو تحصيل حاصل، يعني الفشل هو مستمر منذ 2003 ولحد الآن، ولذلك هذا التراجع في كافة المجالات في كافة الأصعدة. تراجع العراق الآن يعتبر من الدول في أسفل القائمة في كل شيء، في الأمن، في الخدمات، في الكذا، ولذلك هو امتداد للفشل اللي جاء بإبراهيم الجعفري أو المالكي أو العبادي أو عادل عبد المهدي. الجماهير التي خرجت قبل أن يكلف علاوي في هذه الوزارة. الجماهير الثائرة أسقطت عادل عبد المهدي وانتفضت قبل عادل عبد المهدي أيام المالكي، ولكن سحقت من خلال استخدام القوة المفرطة ومن خلال تآمر، للأسف التآمر الأمريكي الإيراني هو الذي أخمد انتفاضة عام 2010 و2011 و2013 و2014 والمحافظات اللي انتفضت، المحافظات الستة المعروف كيف تم اغتيال هذه
طيب. هاي الثورة أو هذه الانتفاضة. الشعب العراقي اليوم منتفض، محاولة لإسقاط عملية سياسية وإلغاء الطائفية، وأيضا محمد توفيق علاوي تحدث كثيرا عن حكومة مستقلة، لكن اليوم عندما خرج وتحدث عن اعتذاره قال أن هناك أطراف طائفية فاسدة هي التي عرقلت تشكيل حكومته، إذن لماذا لم يسمها؟ ما الذي يخشاه؟ هو لم يكن خارج هذا الإطار، هو لم يكن خارج هذا الإطار، هو من ضمن التيارات الطائفية. التشكيلة الوزارية التي طرحها كانت تشكيلة طائفية محضة، كان كثير منهم مشارك بالعملية السياسية أو محسوب على التكتل الفلاني أو التجمع الفلاني أو من خلال أو من محسوب على محمد علاوي نفسه، ولذلك هو لم يستطع أن يتجاوز الطائفية أو المحاصصة وحاول، ولكن يعني رب ضارة نافعة، ربما لأنه هو ما حقق الأشياء اللي أرادها ولا أعطى الكتل الأخرى المطالب اللي أو الوزارات اللي كانوا يطمحون إليها، ولذلك التكتل السني والتكتل الكردي وتكتل وزراء آخرين من المكون الشيعي، للأسف أن نسمي هذه المسميات، هم الذين أفشلوا علاوي أو أفشلوا تمرير تشكيلة الوزارية. وحتى لو مررت هذه التشكيلة الوزارية في البرلمان سوف لن يقبل بها الثوار، وسوف لن يكتب لها النجاح، لأن الثورة الحقيقة هي قائمة والانتفاضة مستمرة منذ 5 أشهر. طيب. من البصرة إلى بغداد. طيب دكتور، دعني أتوقف عند هذه النقطة، أنت قلت أنه حتى لو مررت هذه التشكيلة الحكومية لن يقبل بها الثوار ولن يكتب لها النجاح، إذن على ماذا كان يراهن علاوي وتراهن معه أيضا الكتل السياسية؟ هم كانوا يتصورون أنه يستطيعون من خلال اسم أو اسمين أو 3 أسماء أن يخمدون هذه الثورة كما استطاعوا أن يخمدوها في الفترة السابقة، كما استطاع المالكي، ولكن الثوار الآن تجاوزوا تلك المرحلة، ومثل ما ذكرت تجاوزوا المحاصصة الطائفية وتجاوزوا العرقية وتجاوزوا الإثنية وتجاوزوا حتى التقسيم الإداري للمحافظات. الثورة الآن انتشرت والتحمت البصرة مع ذي قار مع القادسية مع بغداد مع ونتمنى أن تلتحق المحافظات الأخرى وأن يكون العراق من أقصى شمالي إلى أقصى جنوبي ملتحم بهذه الثورة المباركة. واللي أنا الآن قبل أيام كنت في مؤتمر في تونس، الحقيقة الجميع أشاد بهذه الثورة واعتبرها ثورة رائعة في كل شيء، ثورة استطاعت أن تستمر رغم أن تستمر منذ 5 أشهر رغم كل ما تعرضت له من تآمر، ورغم عدم وجود أي دعم من أي قوة سواء كانت داخلية أو عربية أو عالمية. نعم، عبر سكايب كان معنا من أثينا الدبلوماسي والأكاديمية العراقية الدكتور فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لك.